على غرار مشروع رأس الحكمة، بدأت مصر وضع مخطط استثماري لمنطقة رأس بناس على البحر الأحمر بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها بحسب وزير الإسكان شريف الشربيني، حيث توصف رأس بناس بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. كشف الشربيني أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة للجانب الإماراتي ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتنجز بالكامل في 15 من نوفمبر. كما قدر وزير الإسكان قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان التي تم حصرها وسيتم طرحها تباعا بتريليوني جنيه، موضحا أن المستثمر المصري سيتم التعامل معه بالجنيه لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء. الحكومة المصرية لن تكتفي بطرح رأس بناس وحدها للاستثمار، بل حددت من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر تستهدف فيها التنمية على غرار صفقة رأس الحكمة. من المتوقع أن تساهم تلك الصفقة في جذب المزيد من السائحين، أو تلك الصفقات عامة، إلى سواحل البحر الأحمر وزيادة الإيرادات السياحية، تماشيا مع استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة التي تستهدف الوصول بعدد السياح الزائرين لمصر إلى 30 مليون سائح عام 2030، ورفع الإيرادات السنوية للقطاع إلى 45 مليار دولار. ينضم إلينا من القاهرة دكتور إبراهيم مصطفى، مستشار وزير الاستثمار المصري سابقا. أهلا بك دكتور. بداية، ما هي التحديات الرئيسية برأيك التي قد تواجه مصر في جذب استثمارات خاصة لتطوير منطقة رأس بناس على البحر الأحمر وغيرها من المناطق، وكيف يمكن التغلب عليها؟ أولا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الإعلان عن منطقة رأس بناس كأحد المناطق التي سيتم طرحها للاستثمار في الفتره القادمه هو من اهم الاعلانات اللي تم الاعلان عنها في الفتره اللي فاتت بعد مشروع راس الحكمه. هذه الجزيره تتميز بمزايا كثيره زي ما قلت لحضرتك في البرنامج بما يتعلق بالشعاب المرجانيه النادره في تلك المنطقه، منطقه مرسى علم، ومساحتها سوف تفوق منطقه راس الحكمه التي عرضها خلال الفتره اللي فاتت بتستمر تسليم ارضها على مطلع اكتوبر. أهمية هذه المناطق وطرحها للاستثمار هي لتعزيز الموارد بالعملة الأجنبية من ناحية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى، وتقديم رسالة للعالم بأن هناك مناطق جاذبة في الاستثمار داخل مصر فيما بس يتعلق أكيد في تحديات دكتور، عمرين. يعني هاجل مش حضرتك رح تكون دلوقتي. سهلة. إيه تفضل. أهم حاجة تسليم الأراضي في ميعادها، عقود واضحة وشفافة للمستثمرين، وحماية هذه الاستثمارات من أي معوقات في الفترة قد تحدث لها في الفترة القادمة. التزام الحكومة بالعقود ده مهم جدا في عند التعاقد على مثل هذه المشروعات، لأنها مشروعات كبيرة وتكتظي بحجم استثمارات كبيرة، فبالتالي النهاردة تحتاج رعاية كاملة من الدولة ودعم كبير حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع. فلما تم الإعلان عن مشروع رأس الحكمة من فترة ماضية، سيتم تسليم الأراضي بعد خلوها من كافة المعوقات المتعلقة بها في مطلع أكتوبر، تبتدي تبقى جاهزة للاستثمار. سيتم التعامل مع هذا المنطق بنفس المنطق مع منطقة رأس مناس والمناطق الأخرى التي سيتم طرحها من حوالي 4 إلى 5 مناطق. فدعم الحكومة مهم جدا، حماية مثل هذه الاستثمارات ودعم تنفيذها على ارض الواقع من الحاجات المهمه، استقرار العمله العمله في مقابل الدولار في الوقت الحالي سوف يدعم ذلك، واهميه
طيب دعم هذا الاستثمار للفتره القادمه مهم. عشان تحافظ على التكاليف المتعلقه بمثل هذه الاستثمارات وطرحها بمخطط على مارك على شركات الشريعه العالميه لتضع مخططا متميزا لها يجعلها من مصاف ومن المناطق ذات الجذب العالمي للاستثمار. طيب نحن هلا عم نحكي عن منطقة سياحية بالدرجة الأولى، الخبر اللي قرأناه قبل قليل يقول بأنه المصريين سيقومون بالاستثمار هناك بالجنيه المصري مشان التقليل من سحب الدولار، كيف يمكن اليوم لمصر أن تقوم بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات من جهة وتقليل الاعتماد على الدولار من جهة أخرى؟ زي ما قلت لحضرتك الدمج بين منهجين اجتذاب استثمارات اجنبيه من الخارج ده مهم جدا، وتعامل الشركات على ارض الواقع سواء الشركات المصريه او الشركات المتواجده التي ستشارك وتشارك في تنميه هذه المنطقه بالجنيه المصري ده سوف يقلل من الضغط على الدولار وبالتالي استقرار العمله في الفتره القادمه. فدي كلها محددات مهمه. النهارده لما انا اتيح التعامل بالجنيه المصري خدت بالك حضرتك فيما يتعلق بالسوق الداخلي او يتعلق بالشركات اللي تستعمل على هذه المنطقه داخليا اكيد سوف يخفف الضغط على الطلب على الدولار من ناحيه ويحقق استقرار لسعر الصرف من ناحيه اخرى كذلك. طيب برأيك شو هي الاستراتيجيات اللي يمكن لمصر أن تتبعها لتتفادى حدوث فقاعة عقارية في مصر مع استمرار الاعتماد بشكل واضح على القطاع العقاري؟ موضوع الفقاعة العقارية ده في الوقت الحالي هو عليه جدال كبير جدا ما بين رأي بيقول هيحصل سوف يحدث فقاعة عقارية أو رأي آخر لم تحدث فقاعة. الموضوع كله مرتبط بالقدرة الشرائية وتسويق هذه المنتجات لمختلف المستهلكين سواء المستهلكين من السوق المحلي أو من السوق الإقليمي أو من السوق الدولي. تنويع هذه العمليات التسويقية سوف يدعم من الإقبال على شراء مثل هذه المشروعات مثل ما حدث في بعض المشروعات المتعلقة برأس الحكمة الفترة اللي فاتت حدث إقبال كبير على شراء هذه الوحدات بتعاقدات كبيرة لأنها كانت موجهة لمجتمع خارجي بالشكل الأكبر لاستقطاب عملات أجنبية لشراء مثل هذه الوحدات وبالتالي تسويق لها عالميا ده مهم جدا. ده أحد الاستراتيجيات المهمة التسويق لهذه المنطقة بالسوق الاقليمي والعالمي ليحقق نوع من التوازن في الطلب على مثل هذه المشروعات. شكرا لك دكتور ابراهيم مصطفى مستشار وزير الاستثمار المصري، سابقا كنت معنا من القاهره، اهلا وسهلا بك.